لو مربوطين مثل شغلة فاينة. يلا اوكي. زين، نرجع لهذا حتى نرجع للتسجيل. فمثل ما قلت لكم الدنتال امبريشن هي نيجاتيف امبرنت يسوي لنا بوزيتيف اللي هو الكاست. فالامبريشن نيجاتيف والكاست بوزيتيف. زين، كنا بهذا السلايد، احنا الثاني سلايد اللي هو تو ريكوايرمنت. اول ريكوايرمنت انه الريميننج تيث لازم تطلع must be recorded accurately. فالريكوايرمنت الاول هو teeth recorded accurately. المطلب الثاني السبورتنج اللي هو السوفت تشو همينه recorded accurately. يعني انا بالامبريشن مو بس اطلع التيث accurately واعوف الرسج والرج، ولا بس اطلع الرسج والرج واعوف التيث، لا لازم اثنيناتهم يطلعن accurately. فالاناتوميكال فورم اللي هو الاناتوميكال يعني هو التيث، والسبورتنج فورم اللي هو الرسج والرج. اوكي، الايديال بروبرتيز. الايديال يعني شنو يعني ايديال؟ الايديال should be اول شيء نون توكسيك، اول شيء نون توكسيك ونون ارتنت. اكيد اي ماده نستخدمها احنا بال اي ماده نستخدمها احنا بالبيشنت ماوث لازم تكون هي نون توكسيك ونون ارتنت، ولازم ايضا تكون اللاستيك ان نيتشر، يعني طبيعتها هي بها الاستيسيتي مو ريجيد ماتيريال. الشود هاد جود فلو، يعني مو يابسه، لازم بها فلو حتى اقدر حتى تقدر يعني تسيح وتسجل لنا هذا. اول شيء وثاني عندك نقطه رابعه المانيبيليشن شود بي ايزي. المانيبيليشن يعني شنو؟ يعني الشغل بيها، يعني العمل بيها، العمل مانيبيليشن يعني العمل. شود بي ايزي يعني الشغل بيها لازم يكون سهل، مو فد شيء صعب يعني معقد. ايضا should be dimensionally stable after setting، يعني مو اني اسويها ورا ما اخذ الطبعه واعوفها تصير set يصير بها dimensional change كلش قوي، يعني minimum dimensional change. ايضا should be cheap، لازم تكون رخيصه، ما اقدر اني اشتري ما اقدر اشتري ماده غاليه. اوكي، and available متوفره، يعني مو مثلا اني impression material لازم اروح ادز عليها من برا يجيبوا لي اياها، لا هي موجوده هنا بالماركت. السيتنج مالتها لازم اقل من 5 دقائق اكيد، حتى مو تبقى بالبيشنت ماوث يعني اكثر من 5 دقائق. البيشنت اذا ما انت تبقى بالبيشنت ماوث اكثر من 5 دقائق البيشنت راح يضوج. زين، الشيلف لايف شود بي جود. شيلف لايف يعني شنو؟ يعني الاكسباير مالتها، يعني مو اني اشتري ماده مثلا impression material الاكسباير مالتها بعد شهرين، لا يعني لازم بيها في شيلف لايف، يعني بيها في سنه سنتين. لان اني مو دائما اشتغل بروستاتيك، يعني يجوز تجيني كيس بالاسبوع، يجوز تجيني كيس بالشهر، ما اعرف يعني. المهم يعني هي الماده اللي عندي اني الامبريشن ماتيريال لازم عندي في شيلف لايف عالي حتى اقدر يعني 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 اشتريها وتبقى يمي اشتغل بها على راحتي، ما استعجل بيها. هاي طبعا ايديال بروبرتيز. هاي طبعا كلمه ايديال يعني شنو؟ يعني مو شرط متوفره بكل الماتيريال، تلقي بها تلقي ماتيريال بها بدل 3 4 نقاط، تلقي ماتيريال بها 2، تلقي ماتيريال بها 6، بس ما تلقي ماتيريال بها كل هاي المواصفات، ماكو يعني، ما تلقيها ما تلقي هيك شيء يعني. اوكي، شيء دائما يصير شيء مقابل شيء، يعني شيء مقابل شيء. زين، زين هسه نيجي على ال classifications of impression material. هذا السلايد اريدكم تحفظوه صم، يعني شلون تحفظ اسمك، هذا تحفظه، هذا تحفظه صم. شنو القصه؟ زين، عندنا احنا تصنيف، التصنيف الاساسي هو هذا اللي احنا انه احنا اما الريجيد ماتيريال اما اللاستيك ماتيريال.
الريجيد اللي هي يسحولها نون الاستيك او الاستيك. الاستيك هي اللي بيها الاستيسيتي، او الريجيد ماتيريال اللي هي تكون يعني ما بيها فلكسبيليتي، يعني ماده هي من تشتغل بها صلبه ان شاء الله. بالصف الخامس راح تشتغلون بالريجيد ماتيريال. اوكي، مثل مثال عندنا البلاستر، وعندنا الامبرشن كومباوند، وعندنا الواكس، وعندنا الزنك اوكسيد ايوجينول، هذني ريجيد ماتيريال. بالنسبه للالاستيك احنا ينقسم الى قسمين، الايكويوس هيدروكولويد والنون ايكويوس الاستومرز. طبعا هو من نقول ايكويوس يعني شنو؟ مائي. مائي يعني يدخل الماء في تركيبها. النون ايكويوس اللي هي الاستومر، هذا الاسم الثاني. هذا الاسم الاول نون ايكويوس، الاسم الثاني هي الاستومر، المواد الربر، هذني المواد اللي هن مطاطيات، هذني اللي هن البوليسلفايد والسيليكون والبوليثر. بالنسبه للايكويوس هيدروكولويد ذني المادتين الرئيسيه اللي احنا راح نشتغل بها بالريموفبل بارشل دنجرز، الاجر والالجينيت. اكثر ماده احنا راح نستخدمها بالرابع هي هاي الماده الالجينيت. ركزوا على الالجينيت بالامتحان مالتكم، بالقرايه، باي شيء، اقروا اي شيء خص الالجينيت، لان هي الماده مالتنا راح نشتغل بها. اوكي، وانا همين راح اشرح لكم عليها ان شاء الله بالعملي، همين اشرح لكم عليها هي الماده من شنو متكونه وشنو الرياكشن مالتها وشنو اللي اثر على الرياكشن مالتها. احنا هسه راح ناخذ عليها حكي كامل. زين، اول شيء راح ناخذ الريجيد امبريشن ماتيريال. الريجيد اللي هي احنا قلنا هذا الامبريشن كومباوند والزنك اوكسيد ايوجينول، هاي بهاي الصوره، وهذا الواكس، هذا اللي هو اللي يسحوله البيدنج واكس او البوكسينج واكس، هاي بعدين بالخامس ذني تاخذه. قلت لكم اني الريجيد تشتغلون به بالخامس اللي هو خاص بالكومبليت دنشر الريجيد، لانه ما عندنا اسنان فما نحتاج ماده الاستيك. احنا هنا لانه عندنا اسنان نحتاج ماده الاستيك حتى نقدر نسحبها من الاسنان. فعندنا الماده الاولى البلاستر اوف باريس اللي هي البورق، احنا نصيح لها البورق. الامبرشن هذه العلامه نيفر، هذه الامبرشن، هذه زنك اوكسايد، هذا مستحيل تستخدمها بوجود الاسنان، ما يصير هاي الماده تستخدمها بوجود التيث. In the presence of teeth you should never use the impression zinc oxide paste، هذه اللي هي يسحولها الامبرشن بيست، هذه الشركه، هذه بس الشركه الوحيده الانجليزيه اللي موجوده عندنا هنا واللي هي ناجحه جدا يعني، وانتم راح تشتغلون بها ان شاء الله، اللي هي الاس اس واي اسمها الشركه. زين، شنو استخدامات الزنك اوكسيد ايوجينول؟ احنا قلنا ما نستخدمها بوجود اسنان. الاستخدام الاول لها هو فاينل امبرشن او سكندري امبرشن اوف كومبليت دنتشر، او ايضا ممكن استخدامها بالفري اند بالريموفبل بارشال دنتشرز. يعني هي اما فاينل مال كومبليت او فاينل مال فري اند. طبعا اكو بالمحاضره الجايه اللي هي المحاضره الجايه مال الامبرشن مال الفري اند، راح اعلمكم شلون تستخدمون الزنك اوكسيد ايوجينولز بالفري اند، لان هو استخدامه بس فري اند، ما يصير بوجود الاسنان، فانت بالفري اند تقدر تستخدمه، وانا اعلمكم شلون على بالمحاضره الجايه. ايضا الشيء الثاني اللي لازم تعرفوه عن الزنك اوكسيد ايوجينول او الميتاليك اوكسيد بيس، طبعا ممكن اجيب لك هذا الاسم، ممكن اجيب لك الزنك اوكسيد ايوجينول، نفس الاسم اثنيناتهم، هو الميتاليك اوكسيد، لان هو الزنك ميتال يعني، فهذا الزنك اوكسيد هو ميتاليك اوكسيد. هذه it should be used with a special tray، ما يصير تستخدمها بالتري العاديه. لان ريجيد ما يصير استخدمها بوجود الاسنان، لان ريجيد ما تقدر تطلعها من البيشنت ماوث. ريجيد ماتيريال قويه تتصلب، تصير كلش قويه، ما بيها الاستيسيتي. انت ما تريد تطلع فشي من الاسنان، الاسنان كلها اندركات مثلا، شلون تطلع من الاندركات؟ ما يطلع شيء اذا من الاندركات اذا هو ما بي الاستيسيتي. فحتى ينطي روحها من تريد تطلعها، هذا الماده ريجيد ما يصير تستخدمها بوجود الاسنان، تشلب ما تقدر تطلعها اصلا. يعني الا تسوي لك فد مشكله يعني يلا تطلع بوجود الاسنان. زين، لان هاي ريجيد تتصلب كلش قويه، تصير يعني هارد على بالك حجاره تصير. من تريد تطلعها ما تطلع بوجود الاسنان. ف ما يصير تستخدمها بس بالسادل اريا او بس بالفري اند. It can be used as impression for relining. طبعا نقدر نستخدمها بالريلايننج، ايضا راح تجيكم محاضره الريلايننج بنهايه الكورس الاول، راح تجيكم محاضره الريلايننج وشلون نستخدم الميتاليك اوكسايد بيها. زين،
الثيرموبلاستيك ماتيريال اللي هي همينة تعتبر ريجيد ماتيريال. الثيرموبلاستيك من اسمها ثيرمو يعني تتأثر بالحرارة، يعني من تخلي لها فتشي حار تصير سوفت، من توخر من عندها البرودة الحرارة تصير ترجع هارد. فمثلا عندنا الامبريشن كومباوند اللي هي هذه اسمها موديلنج بلاستيك، هذا الامبريشن كومباوند هذا راح تشتغلون بها بالخامس ان شاء الله، تاخذون بها برايمري مال كومبليت. هذه تجيبونها هي قويه، شوفوها تجيبوها هيك شيء قويه، تخلوها بالماي الحار، تجيبون فد ماي حار درجه حرارتها تقريبا بال 80 او 87 وتخلوها بها، راح هو راح تموع راح يصير سوفت. تخلوها بالتري، تخلوها بالبيشت ماوث، تاخذون امبريشن بها. فهذه يسحون لها ثيرموبلاستيك، اوكي؟ يعني بالحراره. كذلك ايضا الواكس. الواكس طبعا هو اقدم ماده. شوف الواكس كلش هواي انواع به. عندك الشيت واكس، عندنا هذا الالي، هذا تشوفوا هذا الازرق، هذا الالي واكس، هذا اللي يسوون به جماعه المعدن يشتغلون اول شيء واكس، بعدين هذا عندك هذا البايترم. انواع الواكس، شوف انواع الواكس، هذا مثلا هذا الاصفر، هذا ستيكي واكس. يعني انواع الواكس، بس هو هذا الواكس يعني هو ايضا يعتبر ثيرموبلاستيك ماتيريال. هذا طبعا اول المواد اللي كانوا ياخذون بها طبعات بالبدايه، يعني قبل اختراع باقي قبل اختراع الالجينيت كانوا ياخذون بالواكس. اذا واحد يسال يقول له قبل الالجينيت ما كانوا ياخذون طبعات؟ لا كانوا ياخذون طبعات، بس كانوا ياخذوها بالواكس، اوكي؟ يعني الواكس هو البارافين واكس، كان يعني متوفر كلش هوايه ويستخدموه هوايه استخدامات، فكان من وحده من الاستخدامات اللي ياخذون بها طبعات. هسه نيجي على التصنيف الثاني. هسه احنا كل ده اخذنا النن الاستيك او النن ايكو النن الاستيك. هسه نيجي على الالاستيك. الالاستيك انه ينقسم قسمين، القسم الاول اللي هو الايكويس او الهيدروكولويد، والقسم الثاني اللي هو الالاستومر. الالاستومر ما عليكم به، قلت لكم تاخذوه بالخامس ان شاء الله، ما لكم علاقه بالالاستومر. يعني البولي سلفايد والبولي ايثر والكونديسيشن سيليكون تاخذوهم بصف خامس. انتم هسه بالرابع تاخذون هاي المواد اللي راح تشتغلون بها. اول ماده اسمها اجار اجار. اجار اجار هي ريفرسبل هيدروكولويد. ريفرسبل يعني شنو؟ شنو معناها ريفرسبل؟ فلويد ات هاير تمبرتشر اند جل اوبن ريدكشن ان تمبرتشر. يعني شنو؟ يعني من تسوي لها هسه تجيبها هيك تشتريها بالضبط هيك تشتريها كانه جلي، من تخليها بووتر باث مي حار راح تصير سوليوشن، تشتغل بيها تصير فلويد، تشتغل بيها تاخذ الطبعه تعوفها بالبيشت ماوث تبرد تطلعها تصبها. هسه راح اراوي لكم مالتها الديفايس. هذا الديس ادفانتج مالتها هي تجي هيك باعوا هاي طبعا قديما، هاي قبل هاي استخدامها قبل الالجينيت، همين قبل اختراع الالجينيت. تشتري هيك جهاز، هذا الاكويبمنت مالتها كل شوف كل وحده بها درجه حراره، كل واحد بدرجه حراره. هذا اللي انت تشتريها تخليها بهاي درجه حراره، بعدين اثنان تخليها ستورج بهاي اسمه، من تريد تشتغل بها تخليها بالتري. التري مالتها خاصه، شوف التري مالتها بها تو انبوبين، انبوب منها يطب مي بارد ومنها يطلع المي البارد يعني يبردها. زين must be introduced in the mouth while warm enough. اوكي يعني من تخليها بالبيشت ماوث لازم هي تكون ساخنه حتى تكون solution to be converted into elastic gel on a cooling. There is a danger of burning the oral tissue. طبعا انت من تخلي فتشي حار ممكن انت تشوي للمريض، تسوي له بيرنينج. ايضا الديس ادفانتج الثانيه انه هي تحتاج وورمينج اند تمبرينج اكويبمنت، جهاز خاص لازم تشتريه، بدون هذا الجهاز ما تقدر تشتغل بالاجار اجار. يعني هذا الجهاز هو اللي يضبط لك درجه الحراره مالتها مال الماتيريال هذا، فهي تعتبر ديس ادفانتج. طبعا هاي قلت لكم هاي الماده اجار اجار ما حد بعد يستخدمها، هسه يستخدموها دوبليجيشن اوف كاست. يعني من تريد انت مثلا تريد تاخذ طبعه للكاست
تخليها بالأقر أقر، يعني تحميه الأقر أقر يصير شوية مي، تجي تخلي الكاس بالمقلوبة بيها، بعدين تطلعها تخليها بالثلاجة تبرد، تطلعها راح يصير لك طبعة مال كاست، في دوبليكيشن اوف كاست. هاي خاف انا اجيب لك اياها، احتمال اجيب لك اقر اقر بيش دي يستخدموه، تقول لي دوبليكيشن اوف كاست. الجينيت هذه هسه المادة مالتنا، هذه اهم مادة اللي هي ريفرسبل. يعني شنو هذه؟ انت من تخبطها خلاص بعد ما ترجع، يعني مو مثل هاي انت صارت سوليوشن من توخر البرودة عنها صارت رجعت جل، لا هاي انت بس مجرد انه المي يجي عليها تنخبط تصير ست، هذا هو تنتهي، فيصيحوا لها irreversible. وهيدروكولويد قلت لكم هيدروكولويد ليش؟ لانه يدخل الووتر بتركيبها، وهي اصلا احنا نخبطها ويا الووتر حتى نسوي setting reaction. Important precautions during handling of impression of hydrocolloid impression. يعني بالالجينات من نشتغل احنا لازم اكو فد بريكوشن. اول وحده وهاي لازم انتم تهتمون بها، should not expose to air. يعني انت ما يصير تعوفها على الهواء. احنا شو نسوي؟ نخلي نجيب قطنايه وننقعها شويه القطنايه وننشفها شويه القطنايه ونعوفها عليها، يعني نخلي القطنايه شويه يعني وات كوتون، القطنايه شويه رطبه ونخليها عليها. زين. The impression should be not immersed in water or disinfectant. يعني انت ما يصير تغمرها بالمي، يعني حتى لا تريد تسوي لها disinfection. الديسنفكشن مالتها ترش السبراي، ترش الديسنفكتنت بالسبراي عليها، ما يصير تخليها لان هي بها ووتر، يعني هي حساسه للووتر، سنسيتيف تو ووتر، اذا تخليها بمكان بيه مي تمص على المي وتنفخ فيصير بها دايمنشنال تشنج، واذا تخليها بالهواء يصير يتبخر المي من عندها وتتقلص، يعني اما يصير بها اكسبانشن اذا تخليها بالمي، او يصير بها كونتراكشن اذا تخليها بالهواء. فانت لا مي ولا هواء، اوكي؟ شلون العد شلون الحل؟ شو تسوي؟ The impression should be protected from dehydration by placing it in a humid atmosphere. تخليها قلت لكم بمكان بشويه رطوبه. Or wrapping it in a damp paper towel. او انت شو تسوي؟ اكو يخلون اكياس نايلون هاي تطبق يخلوها بيها، هاي انت بين ما انت مثلا اخذت طبعه وبين ما تريد تاخذ الطبعه مال الابوزنج تقدر تجيب لك كيس من هذا اللي يتطبق تخليها بيه وتسده. اوكي، هذا حتى شنو؟ حتى تحميها من الهواء. ايضا عندك الاكسيديت فروم هيدروكولويد هاد ريتاردنج افكت اون ذا كيميكال ريأكشنز اوف ا جيبسون برودكت اند ريزلت ان ا تشوكي كاست سيرفيس. هذه احد المساوئ مال الالجينيت، انه الافرازات مالتها يعني تعرفون هي قلت لكم هي بيها مي، فهذا المي ممكن شو يسوي؟ ريتاردنج افكت اون جيبسون، فالجيبسون تطلع لك تشوكي ما حلوه الكاست، سبب انه انت ماخذها بالالجينيت. زين. الادفانتج مالتها هسه يقول لك عاد انت اذا حكيت لنا الديس ادفانتج مالتها، لا احنا ليش نشتغل بها؟ انا اقول لكم ليش نشتغل بها. اول شيء هي سمبل، هي كلش سهله الشغل بها، مجرد تجيب رابر باول وسباتشلا وتخبط وها هي. فسمبلسيتي، ايز اوف مانيبيليشن، يعني انت بسهوله تشتغل بها كلش سهله. ليتل ديسكومفورت to the patient. Little discomfort to the patient. يعني دائما البيشنت ما يعني ما يضوج من عندها، ليش؟ لانه اولا هي ريحتها طيبه وطعمها طيب، حتى بها يخلوها فليفرنج يعني، واكو بها حتى ريحتها طيبه يعني يخلون بها هوايه، يعني يخلون بها مينت، يخلون بها اورنج، يخلون بها ليمون، تجي بهوايه اشكال يعني. فش اسمه عندك شورت تشير تايم، هذه انا ممكن اجيب لك اياها اقول لك هاي ادفانتج لو ديس ادفانتج، هي لا هي تعتبر ادفانتج، يعني بسرعه تصير ست تعتبر ادفانتج. شورت تشير تايم، اكيوريت ريبرودكشنز اوف اندر كات اريا. شوفوا، فاني من يكون عندي اسنان هي اكيوريت ريبرودكشن، من يكون عندي اسنان لهذا السبب هي الماده الرئيسيه والاساسيه بالريموفال والبارشال دنشر. فهاي النقطة مالتها accurate reproductions of undercut area، بالرغم من كل اللي يصير بيها من dimensional change بالهواء بالمي، بس هي كديتيلز ماكو مثلها الالجينيت، مستحيل يعني ماكو مثلها بالديتيلز، بس هي مشكلة مالتها انه هي sensitive to air و sensitive to water. تعرفون احنا الجو مالتنا مثلا حارة، الدنيا احنا مثلا بالصيف حارة، بس تطلعها صار بها evaporation،
فانت لازم يعني لازم راسا الصبح راسا immediately، ما تنتظر يعني. يفضل انه انت ما تخلي هاي القطنايه والمدري شنو هاي. انا افضل انه انتم هسه ما دامكم يعني انت تشتغل كيس واحده بالسنه، فمثلا من تاخذ امبرشين روح صبها وارجع اخذ اللور، مثلا انت اخذت الابر روح صبها وارجع اخذ اللور، لان هذه يصير بها دايمنشنال تشينج اذا عفتها فتره يعني اكثر من 5 دقائق 10 دقائق، اذا عفتها يصير بها دايمنشنال تشينج. تريد تجي تخلي يعني الدنشر تريد قاعده ما يقعد، ليش؟ لانه صار دايمنشنال تشينج. البيشنت ماوث مو نفس الكاست. زين هسه نجي على الستيب باي ستيب بروسيجر فور ميكينج هايدروكولويد امبرشنز. طبعا هذه انا راح اشرح لكم اياها بالعيادات اكيد يعني، زين بس هسه راح اشرح لكم اياها انا هم انتم تقدرون ترجعوا لها. اول شيء البيشنت بوزيشن والدنتست بوزيشن. انت البيشنت دائما تقعده البوزيشن مالته هو هذا الابرايت بوزيشن، مو تنوم البيشنت سوباين وتريد تاخذ له طبعه. تحسس ان الالجينيت ما يعني ماكو شيء اسمه ماكو حالات تحسس ان الالجينيت، ماكو هيك شيء. ما سامعاني الرجيك رياكشن تو تو الجينيت، ما سامعاني. مع هذا انت من تستخدمها اذا صار هو مثلا هو مو تحسس، ممكن يصير جاجنج، وهذا قلت لكم احكي لكم عليها شلون تمنع الجاجنج. هسه راح نجي عليها بالمحاضره. بس تحسس من الالجينيت كماتيريال ماكو. صار تحسس من الاكريليك اي اكو موجود مسجل، بس تحسس من الالجينيت كالرجيك رياكشن تو الجينيت ماكو هذا الشيء. بس جاج ريفلكس اي هسه راح نجي، هسه راح نمشي بالمحاضره راح اشرح لكم شنو يعني شلون نمنع الجاج ريفلكس. بس هسه نرجع لموضوعنا البوزيشن. اول شيء انت تسوي البوزيشن، اذا اجي اني القاك انت تريد تاخذ امبرشن والبوزيشن مال البيشن غلط، بس انا اقول لك يعني زيرو. اذا اجي مثلا البوزيشن مالتك همينه غلط همينه، راح اقول لك يابا ما يصير باع. فمن تريد البوزيشن مال البيشنت هذا، البوزيشن مال الابر امبرشن، هاي الصوره دا تشوفوها، من تاخذون ابر توقف لي بيهايند ذا بيشنت، ما اريدك توقف لي ان فرونت ذا بيشنت وتريد تاخذ امبرشن مال ابر، لا توقف لي بيهايند ذا بيشنت. شوفوا هاي تقريبا يعني ساعه بالعشره، مو ساعه بالعشره هذه السحوله، اي ساعه بالعشره يعني توقيت يعني ساعه بالعشره السحوله هذا البوزيشن. اوكي 10 o'clock position توقف وتاخذ امبرشن behind the patient اذا انت بتاخذ upper. اذا انت بتاخذ lower ها هذا ايش قد؟ هذا تقريبا 7 o'clock، مو 7 o'clock position in front of the patient. اذا بتاخذ lower in front of the patient، اذا بتاخذ upper behind the patient، اذا front اذا lower in front. زين هاي البوزيشن همينه ترى انا حاسبك عليه اني، اذا اشوفك انت واقف غلط بس انا اقول لك ها شنو هاي، انت ما تعرف تاخذ امبرشن، بعدك ما اخذت امبرشن. بس انت من البدايه البوزيشن مالتك غلط، منوم البيشنت مثلا سوباين وتريد تاخذ امبرشن، يعني حتى اذا هو ما يصير عنده جاجنج انت راح تسوي عنده جاجنج. فانت قاعده ابرايت بوزيشن حتى تمنع او تقلل الجاجنج. زين الخطوه الثانيه التري سلكشن. ما يصير تجي تاخذ امبرشن قبل بدون ما تشيك التري، فتجيب مجموعه من التريات باحجام مختلفه. زين فد حجمين ثلاثه تجيبهن، اصلا هسه اكو شيء دا ينباع بلاستيك يجيني بهن ثلاثه احجام. فانت تستخدم مثلا انا عندي تكنيك مثلا شو استخدم؟ استخدم الوسطانيه اول شيء اشيك بيها الوسطانيه. اذا تحتاج اصغر اروح على الصغيره، اذا تحتاج اكبر اروح على الكبيره، اذا لا هي خلاص الوسطانيه الوسطانيه. فاذا انت مثلا عندك سمول لارج ميديوم استخدم الميديوم بالبدايه شوفها شيكها، احتمال اوكي احتمال لا تحتاج شويه اكبر خلاص تروح على اللارج، احتمال تحتاج اصغر روح على السمول. اوكي فاول شيء تسويه قبل ما تجيب يعني قبل ما تسوي قبل ما تجيب الماتيريال قبل ما تجيب كل شيء زين تسوي تري سلكشن، تختار التري وتضبط التري، التريات الباقيه تشيلها وتضمها يعني او تعقمها اذا استخدمتها بالبيشنت ماوث، يعني اذا شيكتها بالبيشنت ماوث تاخذها تعقمها. زين تري سلكشنز وراها شنو؟ اكستندنج امبرشن تري، يعني ما اريدك تاخذ امبرشن بدون ما تخلي اكستنشن مال واكس. هذا شوفوا اكستنشن مال واكس، هذا انا هم ان شاء الله بالعيادات العملي هم اعلمكم شلون تخلوه. طريقه جدا سهله، تخلي فدروله وشويه تحميها بالنار، بس شويه تشتم نار
وتقدر هيك تخليها فد بطريقه يعني بسيطه جدا، انا اعلمكم عليها اكستنشن حتى تضمن انه الماتيريال توصل للبوردر، لانه انتم اذا ما يعني هم يخلوها دائما يسوون التريات مو كلش اللونج حتى لا تصير بينفول، فيسووها شويه بها شورت، يقول لك اذا هي شورت انت تقدر تطولها، بس اذا لونج انت ايش راح تسوي؟ ما راح تقدر تسوي، ايش راح تقصها؟ ما تقدر تقصها لان المعدن، فيسووها عاده شويه شورت. اوكي، في لان يقول لك يعني الاكستنشن مالتها التطويل مالتها اسهل من ما انه انت شو اسمه اسهل من ما انت زين. فالاكستندنج دائما سووا اكستندنج بوردر اور انترشن تري، هذه الخطوه ايضا سووها. نجي الخطوه اللي وراها الميكسينج، الميكسينج واللودينج. طبعا الميكسينج هو اكوردنج تو ذا مانيفاكتشر انستراكشنز، احنا عندنا سكوب ان شاء الله هم نعلمكم عليها، السكوب اللي موجود بالتري هذه اكو دائما بكل علبه تشتروها، اكو موجود ظهر العلبه مكتوب المانيفاكتشر انستراكشن، لا مو بوردر مولدنج، لا 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 مو بوردر مولدنج، هذا ما هذا مو بوردر مولدنج، بوردر مولدنج بال 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 بالفاينل مال كومبليت، هذه اكستندنج فقط، مجرد انت تسوي اكستند توصل الماتيريال للبوردر. البوردر مولدنج لا، لازم تحرك التشيك او اللب بحركه معينه، هنا ما تحتاج انت حركه معينه، مجرد انه انت تسوي اكستنشن وتسوي بس مجرد تسوي اللب لايبريشن، يعني بس مجرد توخر اللب وتقعدها الى الاخير، فهذه يصحوا لها اكستندنج وليس بوردر مولدنج. اكستندنج يعني ماكو بوردر، بوردر مولدنج هو انه تتحرك اللب فتحركه معينه زين. وهم يعني انتم اذا تريدون يعني اسالوني ذكروني بهذا السؤال حتى اشوفكم شنو الفرق بيناتهم كحركه، يعني شنو الفرق بيناتهم زين. الميكسينج امبريشنز قلناها، عندنا ميكسينج وعندنا لودينج. الميكسينج هو انت من تخبط بالباول، طبعا الحركه لازم تكون شويه سريعه وتكون اجينست ذا وول وتكون يعني روتيتوري موشن، يعني حركه دائريه بس تكون سريعه يعني مو بطيئه، وتكون اجينست وول حتى شنو، حتى اي جرانيولز يعني اي تكون يعني يكون الهوموجينس ميكستشر، ما بي جرانيولز ما بي حبيبات، دائما انتم تطمن تاخذون طبعات، انا اشوفكم تجين الطبعه كلها حبيبات، ليش؟ لان يعني انت ما دايس على الامبرشن، يعني اكو باودر ما صاير ما لايحه مي، يعني الباودر البارتيكل ما لايحه ووتر يعني هذا، فتصير شو اسمه بعدين تجي تسوي لودينج. اللودينج هو انه انت تجي تقعدها بالتري، شوف شلون تترسها التري، مو تترسها كلش هوايه على القد، هذا تترسها مو اجي القى هنا اكو الجينيت وهنا اكو تل مال الجينيت وهنا تل مال الجينيت، لا مجرد تترس لي اياها التري فل فقط، يعني الزايد هذا الاكسس تشيله اذا اكو اكسس، مو تخلونه هوايه. اوكي، المهم انت تملي تترس التري، مو تخليها اقل ولا تخليها ازيد. الامبريشن ميكينج هي هذه هسه الخطوه، انه انت هسه ورا ما كملت اللودينج تجي توقف بيهايند ذا بيشنت وتسوي هاي، شوف هاي ايده اليسرى يسوي ليب ريفلكشن بالايد اليسرى، وبالايد اليمنى يدخل التري اوبليجلي يعني بصوره مائله، ما تجي تدخلها عدله، ما تدخل العدله التري من عدله هو فاتح حلقه، ما تقدر تفوتها، لانه يعني هي من يكون فاتح حلقه هو تكون العضلات مشدوده فيكون الحلق مالته يكون اصغر، فانت لا لازم تدخلها اوبليجلي، من تطببها من تعبرها من المسلز مال فيس يلا ديك الساعه تعدلها زين. ورا ما صارت ست يعني تنتظرها حسب مانيفاكتشر انستراكشنز، احنا عاده شو نسوي؟ نخلي يعني دائما ورا ما فدت 3 دقائق مثلا نخلي ايدينا على التري على الامبرشن نشوفها صارت ست لو لا، يعني لو تصلبت لو بعد هي لينه ننتظرها، من تصير يعني صلبه نعطيها اديشنال 1 مينت، دائما تعلموا انطوا اديشنال 1 مينت حتى تضمن انه هي صارت ست، يعني من تخلي ايدك لزمتها صارت هذا انطي اديشنال 1 مينت حتى تضمن. الريموفال مالتها ايضا يكون سناب ريموفال يعني سريع، مو تقعد تهزز بالبيشنت هيك تهزز بي والله شنو بدك تاخذ تريد تطلعها للامبرشن، لا لازم حركه واحده، وانا هم ان شاء الله اعلمكم عليها بالعياده مال العملي. طبعا هذا الحكي مو مثل ما انتم تتعلمون بايديكم ستيب باي ستيب. هسه احنا ورا ما اخذنا الامبرشن مو طلعناها، هسه راح نجي نصبها. فاول شيء الستون تستخدموه هذا التايب 4 اسمه، هو هذا الستون تستخدموه انت الاصفر
مو تجي تصبها بالبلاستر، لا تجي تصبها بالستون. فتجي اول شيء تخلي ميجر اوف ووتر انتو ميكسينج باول اند ذن اد ميجر اوف ستون، يعني اول شيء تخلي المي بعدين تجي تخلي الستون حسب همين المانيفاكتشر انستركشن. طبعا احنا بالالجينيت نخلي الالجينيت بالبدايه الباودر وبعدين المي، بالستون بالعكس اول شيء نخلي المي بعدين الستون. زين نجي نخلي هولد ذا امبريشن هاي، نجيب الامبريشن ونخليها على جهاز اسمه الفايبريتر. اذا ما عندكم الفايبريتر بالعياده مو مشكله، انت بس خليها وانت دقها بيدك يعني. هذا ذا فيرست كاست ماتيريال تو ذا ديستل، تبدي هنا الصب تخلي الستون مالتك بالديستل، بالديستل يعني من الديستل تخلي، مو تجي تخلي هنا بالنص تخلي ستون هنا بالنص وتدق، لا ما يصير. تجي تخلي من هنا من الديستل وتخليه انت مو ظل تدق، هوي راح الماده تنزل من الديستل تسيح هيجي فلو وتغطي منها ديستل منها وديستل منها، هيك راح تشوف ان المواد يلتقن بالنص. تظل تدوق تنزل هي حتى شنو، حتى تضمن انه ما يصير بابلز، ما يصير اير بابلز. زين بعدين تسوي بيز اوف ذا كاست ورا ما صارت، ورا ما فل مو تنترس، تجي تصب وراها البيز. تعرفون شلون تصبون البيز، انتم كلكم صف ثاني صابين البيز. وترم ذا اكسس فروم ذا سايد اوف ذا كاست، طبعا ورا ما تصب البيز قبل ما تصير كل السيت ترم ذا كاست، شيل الكاست من الحافه مال حتى تقدر، يعني انت لازم تحسب حساب الريموفال بعدين من تريد تشيل التري لازم تحسب حسابك انه ما ينكسر الكاست. فاذا انت شلت الاكسس من هسه ما عندك مشكله. زين possible cause of inaccurate or weak cast، يعني ليش احنا مرات احنا ناخذ طبعه ومكيفين وهاي بعدين تجينا الدنشر يجينا ما قاعد زين، ليش؟ لانه inaccurate cast صارت اكو فد خطا عندنا بالشغل بس احنا ما انتبهنا عليه، فاحنا لازم نعرف الاخطاء حتى نتلافاها. اول خطا هو راح يصير distortion. distortion يعني شنو؟ يعني 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 كلمة distortion هي مثل الدمار أو يعني أو أذى هيك شيء يعني صار distortion. أنا ما أعرف شنو معناها بالعربي بس ضرر، خلينا نقول ضرر بالimpression. أول شيء شلون تشوه بالضبط، يعني ولا أنا ما أعرف بال يعني الكلمة إحنا نعرفها بالإنجليزي معناها بس ما نعرف شنو معناها بالعربي كلش. المهم أول شيء إذا أنا أستخدم by use the impression tray that not rigid، يعني أنا أجيب tray هي أصلاً flexible، لا ما يصير أنا التري اللي أجيبها لازم rigid، يعني أستخدم أما metal أو أما يعني plastic بس rigid material، ما أجي أستخدم tray flexible. by partial dislodgement from the tray، يعني طلعت من التري، أنت مو تطلعها، أنت مرات تصير هاي بيكم هسه راح تواجهوها إن شاء الله من تشتغلون. من انت تريد تطلع الامبريشن الالجينيت تبقى لازقه بالسنون والتري تجي بيدك وحدها. هاي طبعا اذا يكون عنده كراون، يعني يكون لابس برج مثلا والبرج بحافات حاده فيتشلب بالتري، يتشلب بالتري ماتيريال، هذا ايضا خطا. ايضا عندنا شرنكج واكسبانشن، قلنا هاي قلنا لكم اياها، انت اذا عفتها بالهواء يصير بها شرنكج يعني ديهايدريشن فيصير بها شرنكج. شرنكج يعني شنو؟ تتقلص. او اكسبانشن لا تتوسع تكبر. اوكي؟ اثنيناتهم هذني ما راح يطلع لك الكاست اكيوريت، ما راح يطلع لك الكاست مثل البيشنت ماوث. زين؟ باي اتمك تو بور ذا كاست وذ ستون ذات هاز اوريدي بيجان تو سيت. يعني انت يعني مو راسا صبيته. يعني هاي اذا تاخرت بها هذا يعتبر يسوي لك اني اكيوريت كاست مثل ما قلت لكم انا. زين هذا الخطا الاول الديستورشنز. الخطا الثاني ممكن انت عندك الريشيو مال ميكسينج مالتك غلط، انت مستخدم الووتر تو باودر من يكون كلش هوايه عالي، يعني تكون الطبعه مو زينه لانه الووتر بها ازيد، هذا ايضا راح يسوي لنا اكسبانشن. ايضا السبب الثالث اللي هو امبروبر ميكسينج، الميكسينج مالتنا غلط يعني بيه مشكله بيه. هذا ايضا راح يسوي لك ويك كاست. اوكي
طبعا الريشيو حسب المانيفاكتشر انستراكشن، يعني حسب العلبه. هسه انا ان شاء الله من تبدون راح اعلمكم عليها، بس هي حسب العلبه شنو مكتوب بالعلبه احنا نمشي عليه. هو عاده 3 الى 1، يعني 1 الى 3، 1 باودر و3 ليكويد، بس هي تختلف، اكو 1 2 اكو 1 1 حسب الشركات. ايضا هاي قلناها، هاي الريشيو مال واوتر تو، ايضا هاي نسوي لك اكسبانشن. هاي النقطه الثالثه، هاي عندناها بس انا خليت لكم انا صور. نقطه اي، وين اكو نقطه اي؟ اكو نقطه اي، دقيقه وين اكو نقطه اي؟ اي قلت لكم اياها، attempting to pour the cast with a stone that had already begun to set. يعني انت يعني هو صار setting، يعني عبرت الفتره مال الالجينيت وانت تريد جاي تصبها، يعني انت ورا نص ساعه جاي متفطن تريد تصب الالجينيت، غلط. هذا راح يسوي لك يعني dimensional change، راح يسوي لك distortion. trapping of air، يعني صار bubbles بيها، شوفوها هاي البابلز، يعني انت ما مثلا ما سويت ديهايدريشن زين، يعني ما خليت البيش مثلا يدفل قبل ما تاخذ الامبرشنز. اكو فد ووتر سلايفا كلش هوايه من اجت تاخذ الامبرشن، فصارت اكو فد بابلز مثلا، هاي ترابينج اوف اير يصيحوا لها، هذه بابلز هنا من راح تصبها هذه راح تطلع لك فد يعني فد هيجي فد زياده بالكاست، فد هيجي فد يعني هنا راح يصير هنا كله راح يطب هنا يعني بالستون، راح يصير في شيء ما راح تقدر تشتغل زين. ايضا عندك تشوكي سيرفس، شوفوا هذا تشوكي سيرفس، شوفوا شلون به حبيبات، هذا همين انت عندك مشكله بالووتر باودر ليكويد ريشيو، وعندك بالميكسينج همين ممكن زين. ايضا النقطه السادسه بري ماتشور سيبريشن، يعني انت قبل وقتها طلعتها من البيشت مال قبل وقتها زين، يعني قبل ما تصير ست طلعتها، او 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 بالعكس فيدر تو سيبريت ذا كاست فروم امبريشنز فور اكستندد بيريود، هاي عفتها انت كلش فتره طويله بالعكس، يعني يلا قدرت تشيلها من الكاس، شوفوها شلون صارت زين. هذا انت هذا الجينيت يعني بي مي، اذا تعوفه يومين مثلا انا هسه صبيتها اليوم واجي ارد افتحها باكر ما يصير، لازم افتحها بنفس اليوم ورا ساعه، يعني لازم اشيلها من الكاست ورا ساعه، ما يصير اعوفها ثاني يوم اجي اصب. ليش؟ لان هذا راح ينطي المي مالته للستون، الستون همينه بي مي، همينه مصنوع من المي، فراح تشوف راح تجي تطلع التري مالتك تلقاها يابسه، الامبرشن مالتك تلقاها يابسه مي، هذا المي وين راح؟ راح بالستون، سوى لها اكسبانشن للستون فصارت دايمنشنال تشينج بالكاست. فانت لازم خلال ساعه انت مسوي ريموفال اوف امبرشن فروم ذا كاست. زين، هسه نجي على الكنترول اوف جاجنج. احنا راح يعني راح نواجه مشكله الجاجنج كلش هوايه بالبرشن ميكينج، خصوصا يعني انتم هسه بالبدايه يعني بعدكم ما متمرسين فراح تواجهوها. اول شيء نوت منشن، يعني لا تجيب لا تقول عندك لعبان نفس، لا تذكر هاي الكلمه قدامه. اي شيء لعبان نفس تقول له عندك ما ادري شنو، هاي ما يصير، يعني هذا الشيء لا تخليه بباله، لان هذا الجاجينج هو فشيء يعني بالبرين، فشيء هو لا ارادي، انت بس مجرد تجيبه، يعني هو راسا البرين راح يعني يشتغل عليه. بس تقدر شو تساله؟ تقول له انت مثلا ما اخذت طبعه قبل؟ راح يقول لك اي مثلا، اوكي؟ وهو من راح يقول لك اي راح يسولف لك عليها، راح يقول لك اي والله اخذت الطبعه ولعبت نفسي وما ادري شنو ورد تزوع ورد كذا، هذا انت راح يصير عندك واضح انه هو البيشنت عنده هيستوري اوف جاجينج. زين، وراها بيفور الامبرشن از ميد، اسك ذا بيشنت تو يوز astringent mouth rinse and cold water rinses. هذه ايضا في الطريقه انه يعني يتمضمض بمي بارد، هذه ايضا تقلل لنا الجاجنج. ايضا ممكن اذا هو عنده كلش جاجنج سيفير جاجنج، ممكن نستخدم له كومبينيشن اوف اتروبين اند مايل سيديتيف ميديكيشنز، ممكن نعطي اتروبين او ويا نعطي فاليوم. زين، ايضا سيت ذا بيشنت ان ابرايت بوزيشن، يعني انا ما ميل البيشنت بالسوباين ولازم اقعده بالابرايت بوزيشن. اسك ذا بيشنت تو تيك ديب بريث اند هولد ذا بريث وايل ذا دنتست كويكلي تشيك ذا سايز اند فيت اوف ذا تري،
يعني قول له اسحب نفس وهولد، خليه يعني حبسه، اوكي. هذا ايضا حتى يقلل لنا الجاجنج. هذه كلها تكنيك طبعا للجاجنج. زين، الامبرشن ماتيريال شنو لازم مواصفاتها انا اذا بدي اقلل الجاجنج؟ اول شيء لازم تكون ثيك كريم، مو انا جاي دا استخدم له، يعني انا مثلا هو مريض عنده جاجنج، فاني قدر الامكان من اجي اسوي يعني باودر ليكويد ريشيو، اخلي الباودر هو الازيد، اسويها ثيك ثيك، حتى لان الثيك ما بيها فلو عاليه فما تطب جوا يعني للمرء مالته وللبلعوم مالته، فما متى يجي لنا الرفلكسز. زين، اجي استخدم ممكن ايضا تكنيك، اجي استخدم فاست سيتنج الجينيت. اكو يبيعون بالسوق نوعين، انت متى تروح تشتري مكتوب عليها ريجولار سيتنج، اكو مكتوب عليها فاست سيتنج. فاست سيتنج عاده الابو الجاجنج يفضل انه نشتغلها بالفاست سيتنج الجينيت، حتى يعني حتى بسرعه، يعني بسرعه نخليها راسا نطلعها راسا تصير سد. زين، شنو اللي لازم اسوي اني during impression procedures؟ اول شيء not over full the tray، يعني مو اني اجي اترسها للتراي، اخلي قليل بيها على قد التراي وحتى اقلها منه. زين، seat the posterior part first، يعني اني من اجي اسوي seating اول شيء مال التراي، ما اجي اخلي الانتيريور اول شيء وحتى الاكسس ماتيريال تروح للبلعوم، لا، اجي اول شيء اخلي البوستيريور يعني بارت، فالاكسس ماتيريال راح تتوجه لوين؟ راح تطلع من الامام، راح تطلع انتيريورلي. هذا ايضا هذه اني بالنسبه لي اني هذه فشي اجراء روتيني عادي اني بالنسبه لي، سواء البيشنت عنده جاجنج سواء البيشنت ما عنده جاجنج، اني هذا الشيء اسويه. اول شيء اخلي البوستيريور بارت اوف ذا تري، اقعده هو اول شيء حتى اني اطمئن انه ما راح يصير عنده جاجنج. زين، فاول شيء اقعد البوستيريور اند ذن روتيت ذا تري تو ذا بوزيشنز، يعني بعدين اقعد التري، اول شيء اطبق البوستيريور بالبدايه بعدين اجي اطبق التري. هاي طبعا انا ان شاء الله همنا بالعيادات اعلمكم عليها. هذا نفس العباره سي فورس اكسس الجينيت ان انتيريور دايركشن، يعني نفس الحكي هذا قلنا لكم، انه انتم تخلون الاكسس دائما يتوجه للامام للانتيريور دايركشن، لا تخلوه يروح للبوستيريور دايركشن حتى لا يروح للبلعوم. زين زين، هسه نجي على البيشنت، انا شو اسوي للبيشنت حتى ما اخلي يصير عنده جاجنج؟ شوفوا احنا مره بالامبرشن ماتيريال شنو انواع، مره الامبرشن بروسيجر شو اسوي. هسه مثلا اني ويا البيشنت شو اسوي؟ اول شيء اقول له كيب اي اوبن اند فوكس اون سمول اوبجكت، يعني اخلي تركيزه مثلا اقول له باوع على هاي النقطه مثلا، او باوع على هاي الشمعه مثلا، او على شوف انت شنو عندك بالعياده فشي، قول له خلي باوع عليه ركز عليه، وبنفس الوقت خلي عينه مفتوحه حتى اذا صار شيء مثلا ورا الجاجن خاف يختني خاف شيء انت تباوع عليه. شو تقول له بعد؟ تقول له بريث ثرو ذا نوز، يعني شنو؟ تنفس من خشمك، لانه حتى لا يتنفس من حلقه حتى لا يصير عنده جاجن. ايضا اكو في الطريقه اسمها ليج ليفت، الليج ليفت الليج ليفت بروسيجر ايضا. هذه شنو الليج ليفت؟ خليني احكي لكم شويه عليها، هذه يعني احنا طريقه متبعه وايد نستخدمها. انه اقول للبيشنت اقول له ارفع رجلك ونزلها، ارفع رجلك ونزلها، هاي مجرد الهي يعني. زين؟ giving all، يعني اقول له ارفع رجلك نزلها، ارفع رجلك نزلها، هاي مجرد حتى البرين مالته يلتهي يعني برجله، ما يلتهي بعد بالجاجنج. giving all instruction to the patient in a firm controlled manner، يعني مو انت تنخبص وترعب ويصير عندك انت تقوم ترجف والله شنو عندك جاجنج، لا، يعني عادي انت قول له اسكت لا تتحرك ما ادري شنو، صعد رجلك نزل رجلك خلي عينك نزل راسك اللي جوه، يعني firm، مو انه انت يعني مخبوص او كذا وها، يعني عادي لا تخاف، يعني ما راح يصير بيه فشي هو. ثانك يو. زين، قلت لكم هاي المحاضره هي يعني اكثر شيء هي عملي بيها. ستوب شيرنج. زين، قلت لكم هاي المحاضره هي عملي اكثر شيء بيها. وان شاء الله انا اشرح لكم اياها يوم السبت بحيل الله.
انتوا يوم السبت اللي عنده مراجعين خلي يجيبهم، يعني اني الجروب اي والبي شرحت لهم على على الكيس شيت، ان شاء الله يوم السبت اذا جو يداومنا ان شاء الله خير وسلامه اشرح لهم على الامبريشن ميكينج. نفس الشيء بالجروبات اللي وراها ان شاء الله سي والدي هم راح نشرح لهم الكيس شيت اول يوم، وثاني يوم نشرح لهم الامبريشن ميكينج. ان شاء الله اليوم عندكم كويز الساعه 9 بالليل، ومحاضرات الاولى لثلاثه، وهن 10 ام سي كيوات، والوقت ربع ساعه يعني اعتقد اوكي يعني، وهن يعني ان شاء الله حد شيء سهل وبسيط يعني. اي سؤال؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ ماكو. اوكي. راح اسوي ستوب.